تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز وأجبرتها على الفرار. وقال مصدر عسكري أن عناصر الميليشيا هاجمت مواقع الدمينة وعنصوة في جبهة الدفاع الجوي، وتم التصدي لهم وإجبارهم على الفرار وإصابة عدد منهم بعد مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف المدفعية على امتداد مواقع المواجهات. كثرت قوات الجيش والمقاومة زحفا لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا شمال غربي الضالع. وقالت مصادر ميدانية إن وحدات من قوات الجيش والمقاومة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي أثناء محاولة الأخيرة الزحف باتجاه منطقتي الحرة والساحلة بجبهة المشاريح في مديرية الحشة شمال غربي الضالع. وكانت عناصر ميليشيا الحوثي تحاول التسلل باتجاه منطقة بتار الواقع على الشمال الشرقي لمنطقة المشاريح، واستخدم خلال المواجهات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما سقط عدد من القتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. وفي جبهة الفاخر أكد مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي تواصل الحشد في منطقة شليل وهجار شمالي الفاخر. تمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق تقدم كبير في محافظة صعدة. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة من التباب والمرتفعات الجبلية غرب جبال الطيرة والجوهرة الاستراتيجية. وأكدت المصادر أن التقدم تم بإسناد من طيران التحالف في مديرية باقم شمال غربي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع عناصر ميليشيا الحوثي. كما أكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا خلال المواجهات. شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة حجة. وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية عبس. وأضافت المصادر أن الغارات طالت تعزات لميليشيا الحوثي الانقلابية. وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة وتدمير آليات وأطقم قتالية. قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية في مديرية التحيتة جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وذكرت مصادر محلية أن منازل المواطنين في التحيتة طالها قصف من قبل ميليشيا الحوثي التي تواصل انتهاكاتها وخروقاتها وجرائمها في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا شنت عمليات قصف واستهداف عنيفة على الأحياء السكنية جنوب المدينة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل والأسلحة الرشاشة المتوسطة والقناصة. ولفتت المصادر إلى أن القصف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين وخصوصا النساء والأطفال، خوفا من الجرائم الإنسانية التي دأبت الميليشيا على ارتكابها بحق الأبرياء وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.